السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين. من أبرز نحاة البصرة وأدبائها؟ وما مكانتهم العلمية؟ وما أبرز مؤلفاتهم؟ ما خصائص المدرسة البصرية في النحو العربي؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في العراق الجزء الثالث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في العراق الجزء الثالث. نرحب بدءا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون تركيا. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الهاتف من مدينة إب، الأستاذ الدكتور مصعب حسون الراوي، أستاذ الأدب العربي بجامعة إب اليمنية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا دكتور مصعب. إذا نبدأ منك. حياك الله وبارك الله فيك وأحسن إليك. وياك وياك دكتور مصعب. نبدأ منك دكتور حمدي، حدثنا بدءا عن أبرز أعلام المدرسة البصرية الأخفش الأوسط وعن كتابه الشهير معاني القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخافش الثلاثة لكل واحد منهم مشربه الخاص. الأكبر شيخ سيبويه كان لغويا، والأوسط نحوي، والأصغر تلميذ المبرد كان نحويا كذلك. هذا الأوسط الذي إذا قالوا الأخفش يعني تصير الكلمة إليه، أو يصير الفهم إليه، لأنه هو المقصود. كان أبرزهم يعني. كان أبرز الثلاثة، وكان صاحب سيبويه، وكان أسن منه، والطريق إلى الكتاب إليه هو الذي نقل الكتاب عن سيبويه، وأخذه عنه الجرمي والمازني وأشاعه بين الناس. ولم يعني نسمع أو نقرأ أن أحدا قرأ الكتاب على سيبويه أو قرأه على أحد، وإنما قرئ على الأخفش. لذلك يعني يقال أنه الطريق إلى الطريق كتاب إلى الكتاب. نعم. وهو طبعا عندما كان سيبويه يكتب الكتاب كان يعرض عليه ويناقشه في بعض الأمور، وهو نفسه اعترف بذلك، كان يعرض علي وكان أعلم مني، أما الآن فأنا أعلم منه. طيب دكتور، هو اشتهر بالأخفش الأوسط، ما اسمه؟ اسمه أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي، يعني معروف بالأخفش الأوسط، مولى بني مجاشع بن دارم بطن من تميم. نعم، له مجموعة من الكتب، أو نأخذ يعني من هذه الكتب أو من أهم هذه الكتب معاني القرآن. كتاب معاني القرآن، وإن كان أبو حاتم يقول فيه إنه صويلح لأنه كان معتزليا. نعم، تصغير يعني تصغير صالح، ليس صالحا وإنما صويلح، وهذا طعن فيه يعني، لأنه معتزلي، لأنه معتزلي الأخفش الأوسط. الأخفش الأوسط نعم، رمي بالقدر، مع أنه كان يعني أوسع الناس علما، وله كتب كثيرة في النحو والعروض والقوافي، وأخذ عنه الكسائي والفراء، وأدب أولاد الكسائي، وله نظام مع الكسائي، يعني أراد أن ينتصر لشيخه سيبويه، يعني يعد صديقا له ويعد شيخا له. نعم، فذهب إلى الكسائي وجلس في مجلسه، فلما انتهى من الصلاة فوجه إليه مجموعة من الأسئلة بلغت 100، فكلما أجاب جوابا هكذا يقولون في الرواية يعني، نعم، خطأه فيها، حتى إن تلامذة الكسائي الفراء وغيره أرادوا أن يبطشوا به فأوقفهم، فقال لعلك الأخفش، فقال أنا هو، فيعني عانقه وأجلسه بجواره، وطلب منه أن يقرأ عليه الكتاب وأن يؤدب أولاده، فقرأ الكتاب عليه. نعم، وأدب أولاده، وقراءة الكتاب أعطاه مبلغا من المال. ولذا نجد أن الأخفش سعيد بن مسعدة هذا
نجد في الأول كان بصريا ثم بعد ذلك الأمور اختلطت. يقول وذهب الكوفيون والأخفش. لماذا؟ لأنه تأثر بنهج الكوفيين، لذا صار أو بعض العلماء بحق يصنفونه هو أول من جمع بين نحو المدرستين، يعني بغدادي لنقول، يعني يعد بغداديا بهذه الكلمة وإن لم يصنفوه بهذا التصنيف، لكنه جمع بين نحو البصرة ونحو الكوفة. ولذا يقولون يعني هذا رأي البصريين إلا الأخفش، خالفهم الكوفيون والأخفش. وعندما يطلقون الأخفش يقصدون به الأخفش. طيب دكتور، الأوسط قبل أن ننتقل إلى الدكتور مصعب، يعني منهج الأخفش في الكتاب. نعم، الكتاب عنوانه معاني القرآن، ومعروف بأن كتب معاني القرآن هي مقدمات لكتب التفسير التي أتت بعد ذلك، فهو تفسير لغوي لكتاب الله عز وجل. بدأ فيه من فسر الفاتحة، ثم بدأ بالحروف المقطعة في أول البقرة وبقية الحروف التي في القرآن الكريم وفسرها. التفسير اللغوي ونحوي، يعني نعم، عندما نطلق لغة فقط نقصد اللغة والنحو. والنحو نعم، عموما نعم. وأورد أقوال العلماء والقراءات التي تجوز في هذه الحروف. ثم بعد ذلك بدأ يذكر التفسير وقراءات وإعراب من أوائل سورة البقرة إلى الآية 28 من السورة. ثم اتبع بعد ذلك نهج آخر، وهذا النهج يعني جعله على هيئة أبواب نحوية. يعني مثلا بدأوا بأبواب مثل هذا باب المجاز، هذا باب الاستثناء، هذا باب الدعاء، هذا باب الفاء، هذا باب الإضافة، باب المجازاة، باب تفسير أنا وأنت وهو، باب الواوي، باب اسم الفاعل، باب إضافة الزمان إلى الفعل، باب من التأنيث والتذكير، باب أهل وآل، باب الفعل. يعني وكأنه يريد أن يقول، طبعا تحت هذا الباب يأتي بالآيات القرآنية في القرآن الكريم التي تدخل تحت هذا الباب، كأنه يقول للنحويين من بعده إن التأليف في النحو يكون على هذه الطريقة. الباب ونأتي بشواهده وأدلته من القرآن ومن كلام العربي ونشرح هذا الأمر، فكان يعني سابقاً. تمهيدا نعم لمثل هذه الأمور. إذن نجدد ترحيبنا بضيفنا هاتفيا من مدينة إب اليمنية، الأستاذ الدكتور مصعب حسون الراوي. حياكم الله أستاذ مصعب. إذن بعد أن تحدثنا عن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، نتحدث الآن معكم عن علم آخر في تلك الحقبة الذهبية، ألا وهو أبو زيد الأنصاري. تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك أخي ابتداء على هذه الالتفاتة الكريمة في دعوتي للمشاركة في برنامجك الرصين، وأحييك وأحيي ضيفك العزيز ومن معك في القناة، وأقول متكلا على الله. أبو زيد الأنصاري هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري صليبة، أي أنه من الأنصار انتماء، وهو من الخجر، من الخزرج. مختلف في سنة ولادته ووفاته، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه ولد في البصرة سنة 122 هجرية، وفيها توفي سنة 215 هجرية، وهو سيد أسرة من المحدثين. وجده ثابت صحابي جليل رضي الله عنه، شهد غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد أحد خريجي المسجد الجامع في البصرة، ثم أصبح أحد أعمدة هذا المسجد في رسالته العلمية، وكان يدرس مجانا رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى. أخذ عن أكثر من 20 شيخا من شيوخ البصرة والكوفة، وأخذ عنه أكثر من 40 تلميذا، أشهرهم الجاحظ والجرمي وأبو حاتم السجستاني وسيبويه والقاسم بن سلام. مؤلفاته تتوزع على علوم اللغة وعلوم القرآن والحديث والأدب والنحو، وقد تجاوز عددها 20 مصنفا، لكن أكثرها مفقود، ولم يطبع من هذه المؤلفات
سوى 5 كتب أشهرها كتاب النوادر، والأنصاري صاحب شخصية علمية رصينة، وقد نأى بنفسه عما شهده العصر من صراعات، وكان سيبويه إذا نقل عنه خبرا قال: حدثنا ثقة زيادة الوصف. كتابه النوادر وهو أهم ما نشر من كتبه، وهو من كتب اللغة التي تعنى الشاذ والغريب من كلام العرب وما قل استعماله في هذه اللغة. وقد قسم كتابه على 15 بابا، لكنها لا تكشف عن منهج واضح محدد في التأليف إلا ما يتصل بحرص أبي زيد على جمع الغريب والنادر من لغة العرب وتوضيحه بالشواهد من كتاب الله سبحانه وتعالى والحديث النبوي الشريف وما يتصل بأدب العرب شعره ونثره. والكتاب مطبوع ومحقق تحقيقا علميا رصينا. نعم دكتور، إذا بوركت أعود إليك مجددا بعد أن نتحدث مع الدكتور حمدي عن الأصمعي. ويكفي اسمه يعني. الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي الباهلي، عربي من باهلة. كان صاحب لغة ونحو، كان إماما في الأخبار والنوادر والملح والغريب. روى عن أبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد وغير هؤلاء من العلماء الأثبات. روى عنه ابن أخيه عبد الرحمن وأبو عبيد بن القاسم بن القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني والرياشي واليزيدي والجهضمي وغير هؤلاء. هو بصري المذهب يعني قح. وكان لا يفتي في اللغة إلا على المجمع عليه. يعني ولذا كان متشددا حتى في اللغة، وكان لا يفسر القرآن الكريم ولا الحديث الشريف. يعني إن سئل في اللغة أفتى، وإن سئل في القرآن أو الحديث لا يفتي. يعني تقوى وورعا منه. العلماء قالوا فيه أقوالا جيدة، من هذه الأقوال عمر بن شبة يقول: سمعته يقول: حفظت 16,000 أرجوزة. الشافعي يقول عنه: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي ابن معين، ولم يكن يقول فيه: ولم يكن ممن يكذب، وكان من أعلم الناس في فنه. طبعا المحدثون عندما يتكلمون في عالم من العلماء يعني تكفي شهادة هذا العالم، وخاصة علماء الجرح والتعديل، لأنهم أمسكوا بسياطهم وسواطيرهم كما نقول، وقطعوا تقطيعا حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله عز وجل من أن يفسر بما غير ذلك. أبو داود قال: صدوق، وكان يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن يفسر القرآن. طبعا قال الأخفش: ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي وخلف. فقلت: الأخفش الأوسط. عندما يقول الأخفش للأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 1520 في الراجح. أيهما كان أعلم؟ فقال: الأصمعي، لأنه كان نحويا. المبرد يقارن بين الأصمعي وأبي زيد، يقول: كان أبو زيد صاحب لغة وغريب ونحو، وكان أكثر من الأصمعي في النحو، وكان أبو عبيدة أعلم من أبي زيد والأصمعي بالأنساب والأيام والأخبار، وكان للأصمعي يد غراء في اللغة لا يعرف فيها مثله وفي كثرة الرواية، وكان دون أبي زيد في النحو، لكن في اللغة يزيد على أبي زيد. طبعا إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: كان أهل البصرة كلهم أصحاب أهواء إلا 4، فإنهم كانوا أهل البصر في العربية. لا يقصد أهل البصر في كل العلوم، وإنما يقصد في العربية. فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي.
وطبعا قال محمد بن إبراهيم النحوي: سمعت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يثني على الأصمعي بالفقه، قال: وسمعت علي بن المدني يثني عليه، وقال: سمعت الإمام أحمد ويحيى بن معين يثنيان عليه في السنة، وكفى بشهادة هؤلاء فيه. طبعا توفي سنة 15 وقيل 17 و200، وله مجموعة كبيرة من المؤلفات يغلب عليها اللغة: خلق الإنسان، كتاب الأجناس، كتاب الأنواء، كتاب الهمز، الرسائل اللغوية الصغيرة التي بنيت منها المعجمات بعد ذلك. نعم. إذن دكتور مصعب، حدثنا متفضلا عن ابن سلام الذي ربما نصفه بأول النقاد، وكتابه الشهير طبقات الشعراء. نعم. الله الحمد لله. ابن سلام هو محمد ابن سلام بتشديد اللام. نعم. الجمحي بالولاء بقول وهو الأشهر، وبالصليبة بقول وهو الضعيف. إمام في الأدب والنقد كما تفضل. ولد بالبصرة سنة 50 و100 بعد الهجرة المباركة، وتوفي في بغداد لأنها كانت عاصمة الحضارة والعلم آنذاك، سنة 32 و200 هجرية. نشأ في بيت علم وأدب، وأخذ علمه في البصرة عن 70 شيخا، وأخذ عنه كثير، أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وأبو العباس ثعلب، والمازني، ويحيى بن معين وغيرهم. ترك من الكتب غريب القرآن، وبيوتات العرب، وطبقات الشعراء، وهو الأشهر من بين كتبه. وقد نشر الكتاب محققا مطبوعا بعنوان طبقات فحول الشعراء. وكلمة فحول لم ترد في الأصل، إنما أضيفت لمضمون الكتاب. والكتاب يقع في مقدمة نقدية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الأدب والنقد عند العرب. ناقش فيها ابن سلام موضوع الشعر وروايته وصحته وما نقل عنه وطبقات الرواة الذين نقلوه. وبذلك أبدأ أصلا في مناقشة نظرية الشك في الشعر العربي بالعلماء على طعونات المستشرقين. الانتحال يعني. نعم. ترجمة لفحول الشعراء الذين ذكرهم من المشهورين المكثرين، وهذه قاعدته في الجمع الشهرة والكسب. واستشهد ببعض شعرهم في قسمين: الأول اختص بالشعراء الجاهلين أو شعراء قبل الإسلام، والآخر اختص بالشعراء قبل الإسلام وعصر الخلافة الأموية تحديدا، إذ جعل في كل قسم 10 طبقات، وفي كل طبقة 4 شعراء، بمعنى المجموع يكون في كل قسم 40 شاعرا. وقد نص على أنهم متساوون في المكانة. مثلا في الطبقة الأولى ذكر امرئ القيس والأعشى وزهير والنابغة، وهكذا في الطبقات الأخرى، وقال هم متساوون في المكانة. أما الترتيب فهو ترتيب يقتضيه التأليف. وأضاف إلى شعراء العصر الجاهلي طبقات أخرى هي أصحاب المراتي، وشعراء القرى العربية المدينة ومكة والطائف والبحرين. والبحرين المقصودة هنا ليست جزيرة البحرين الحالية، إنما المقصود بها البحرين القديمة التي تشمل الأحساء والقطيف وجزء من عمان والكويت وجزيرة أوالي التي هي البحرين حاليا. كذلك أضاف طبقة خاصة للشعراء اليهود، وهو أول من جمع شعر الشعراء اليهود. وكان معياره في هذا الجمع وفي النقد وفي الاختيار أن ترتب على أساس غزارة إنتاج الشاعر، ولا سيما ما يتعلق بالمطولات وجودة هذا الإنتاج. والكتاب أيضا
مطبوع ومحقق تحقيقا علميا رصينا. نعم. من هنا دكتور حمدي بدقيقتين لو سمحت قبل الفاصل، حدثنا عن عالمين، دقيقة لكل واحد منهما. نعم. الجرمي والتوزي. نعم. الجرمي أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي البصري، مولى لجرم بن ربان، جرم من قبائل اليمن. نعم. قدم بغداد وأخذ النحو عن الأخفش ويونس، وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش. من القصة المعروفة بأن الجرمي كان غنيا موسرا، والمازني كان معدما فقيرا، فيعني أشار المازني على الجرمي أن يأخذ الكتاب عن الأخفش، فساعد صديقه على أن يأخذ الكتاب، يعني تلقي عن الأخفش، ثم أشاعه بين الناس. وكان الجرمي محدثا، نعم، كان فقيها عالما بالنحو واللغة، دينا ورعا، حسن المذهب، صحيح الاعتقاد، روى عن محدثي أهل البصرة، وكان جليلا في الحديث والأخبار. من الخبر لطيف جدا مع أنه صاحب حديث، كان يقول: أنا مذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من الكتاب لسيبويه. فأحد الناس يحدث المبرد بهذا الحديث كالمتعجب من هذا، قال: الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم الكتاب سيبويه، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش، صار فقيها. نعم. بهذا توفي سنة 25 و200 من الهجرة. أما التوزي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون التوزي، ويقال التوجي، مولى قريش، من أكابر أهل اللغة. قال السرافي: قرأ التوزي كتاب سيبويه على أبي عمر الجرمي. وقال المبرد: ما رأيت أحدا أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي، كان أعلم من الرياشي والمزني في الشعر، ليس في النحو ولا اللغة. العلماء دقيقون جدا، نعم، في حكمهم على غيرهم. وكان أكثرهم رواية عن أبي عبيدة، وأبي عبيدة أكثر رواية في الشعر والأخبار وغير ذلك. نعم. وقد قرأ على الأصمعي وغيره. توفي التوزي سنة 30 و200، وقيل سنة 33 و200، وقيل سنة 38 و200 في خلافة المتوكل. له من التصانيف كتاب الأمثال، كتاب الأضداد، كتاب الخيل وما يتعلق بها، كتاب فعلت وأفعلت، كتاب النوادر، طبعا كلها تخص اللغة. نعم. إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة سيرة عالم، ستكون هذا الأسبوع مع أبي العباس المبرد، إمام أهل النحو في زمانه. أبو العباس المبرد، إمام النحو. هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي، ولد في البصرة سنة 210 من الهجرة. أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني، وأخذ عنه نفطويه والزجاج والصولي وابن السراج والأخفش الأصغر وغيرهم. وكان الزجاج أكثرهم التساقاً به وأغزرهم رواية عنه، فهو أول تلميذ للمبرد في بغداد، وقد ظل وفياً له طوال حياته. كان إمام العربية وشيخ أهل النحو ببغداد، ووصفه المازني بالمبرد، وكان أعلم الناس بالنحو بعد سيبويه. وبالرغم من اشتعال المنافسة بينه وبين ثعلب، قال: ثعلب أعلم الكوفيين بالنحو. بعد وفاة المازني صار المبرد زعيم النحويين بلا منازع، وإمام عصره في الأدب واللغة من بعد شيخه. وكان على علمه ومكانته حلو الفكاهة، معروفا بالأدب والطرف. أشهر كتبه الكامل في اللغة والأدب، والمقتضب في النحو والصرف، ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد وشرح لامية العرب. توفي المبرد شيخ اللغويين والنحاة في بغداد في سنة 286 من الهجرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع:
اللغة العربية في العراق الجزء الثالث. هذه عودة لأستاذنا الدكتور مصعب حسون الراوي. دكتور مصعب، حدثنا متفضلا عن المازني وكتابه الرائد في التصريف، ولو سمحت باختصار تفضل. نعم، المازني هو أبو بكر بن محمد بن بقية وقيل عثمان، وشهرته أبو عثمان المازني، وهو من مازن وربيعة، نحوي بصري مشهور، حتى قيل فيه ما بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني. له من الكتب ما تلحم فيه العامة والألف واللام والعروب والقوافي والديباج وعلل النحو، وكتاب التصريف الذي ستحدث عنه بعد قليل. كان عفيفا نزيها حريصا على إعلاء كتاب الله وحمية له، حتى أنه يقال أن أحد الذميين الذين كانوا يريدون الطعن في القرآن جاءه ليقرأ عليه كتاب سيبويه مقابل 100 دينار، وكان مبلغا كبيرا وهو فقير الحال لا يجد قوت يومه، فرفض ذلك العرض. وسأله أحد تلاميذه عن سبب رفضه مع حاجته لهذا المال، فقال إن في كتاب سيبويه أكثر من 300 آية من القرآن الكريم، وأنه ما كان ليمكن شخصا يعادي القرآن منها غيرة على كتاب الله. لم يذكر أحد من المؤرخين سنة ولادته، لكنهم اختلفوا في سنة وفاته، والراجح أنها كانت سنة 249. أما كتابه التصريف فقد قال عنه ابن جني الذي شرحه أنه من أنفس كتب التصريف وأشدها وأرصنها، هو مختصر عارم من الحشو، وهذا الكتاب مع الأسف لم يصل إلينا منفردا إلا من خلال شرح ابن جني له في كتابه المنصف لكتاب التصريف، وهو أول ما صنف عند العربي في علم التصريف أو ما يعرف اليوم بعلم الصرف، وكان في منهجه ميالا للتبسيط والإيضاح وإيراد الشواهد ويقيس عليها مستفيدا مما ورد في القرآن الكريم والمأثور من لغة العربي وشعرهم في بيان بناء الصرف للكلمة العربية. نعم، إذن من هنا دكتور حمدي حدثنا متفضلا عن الزيادي والرياشي. الزيادي هو أبو إسحاق إبراهيم ابن سفيان ابن سليمان ابن أبي بكر ابن زياد ابن أبيه، يعني في النهاية ينتسب إلى زياد ابن أبيه، ولذا قيل الزيادي. لأن نعم، كان نحويا لغويا راوية، قرأ كتاب سيبويه لكنه لم يتم الكتاب، له فيه نكت وخلاف في بعض المواضع ذكرها السرافي في شرحه للكتاب. روى عن الأصمعي وأبي عبيدة ونظرائهما، وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغيرهما. كان شاعرا، وكان يشبه بالأصمعي في معرفته للشعر ومعانيه، وكان فيه دعابة. توفي الزيدي سنة 49 و200 من الهجرة. له من المصنفات كتاب النقد والشاكل، كتاب الأمثال، كتاب تنميق الأخبار، كتاب أسماء السحاب والرياح والأمطار، كتاب شرح كتاب سيبويه. طبعا أغلب هذه الكتب لم تصل إلينا. الرياشي. نعم، أبو الفضل العباس ابن الفرج الرياشي مولى محمد بن سليمان بن علي الهاشمي. رياش رجل من جذام، كان أبو عباس عبدا له، فبقي عليه النسب إلى رياش. كان عالما باللغة والشعر، كثير الرواية عن الأصمعي. في طبقات النحويين واللغويين للزبيري يقول: وسمعت العباس بن الفرج يقول: تحفظت كتب أبي زيد
ودرستها إلا أني لم أجالسه مجالستي للأصمعي. علماؤنا القدماء كانوا يحفظون الكتب في طريقتهم، حتى الكتب اللغوية كانوا يحفظونها، ولذا كانوا يعني لم يكن أمور الحفظ سواء حفظ اللغة أو غير اللغة كما هو موجود الآن في عصرنا من الأمور التي تحفظ. فلذا من الله عز وجل على كثير من العلماء بأن حفظوا لنا هذه الكتب وأدوها ورويت عنهم حتى وصلت إلينا مشافهة وبالسماع، مشافهة يعني نعم وسماعا، لأن القراءة من الكتاب لا تصلح، يكون صحفيا لا يؤخذ من نعم صحفي. لا يؤخذ من صحفي. قرأ على المازني النحو وقرأ عليه المازني اللغة، حتى إن المبرد يقول سمعت المازني يقول قرأ الرياشي علي كتاب سيبويه فاستفدت منه أكثر مما استفاد مني. وقد أخذ عنه المبرد وابن دريد، قال السرافي وحدثني أبو بكر بن أبي الأزهر وكان عنده أخبار الرياشي، قال كنا نراه يجيء إلى أبي العباس المبرد في قدمة قدمها من البصرة، وقد لقيه أبو العباس ثعلب وكان يفضله ويقدمه. في جزئية كان يعني أو قصة لطيفة جدا قالها عن الأعراب الذين كان يأخذ عنهم البصريون والأعراب الذين يأخذ عنهم الكوفيون. سمع من يفضل كتاب المنطق لابن السكيت ويفضل الكوفيين على البصريين، فقال عن البصريين قال إنما أخذنا اللغة عن حرشة الضباب وأكلت اليرابيع. وهؤلاء يعني الكوفيين أخذوا اللغة عن أهل السواد، أهل أصحاب الكواميخ والشواريز، يعني المدن، المدن السواد الحواضر. نعم ليست نعم. البوادي مثل نعم. البصرة يعني طبعا كان إذا اختلف أهل البصرة في شيء وأبو الفضل الرياشي قال فيه كلمة فإنهم كانوا يأخذون بروايته وبقوله. قتله الزنج بالبصرة بالأسياف وكان قائما يصلي الضحى في مسجده سنة 57 و200 من الهجرة، وكان ثقة فيما يرويه، وله من الكتب كتاب الخيل وكتاب الإبل وكتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب، طبعا رسائل لغوية أفادت المعاجم منها بعد ذلك. نعم دكتور مصعب، ننتقل الآن إلى أبي العباس المبرد، حدثنا عنه متفضلا وعن أهم كتبه. نعم، تقريركم عن المبرد سبقني في بعض التفاصيل ولهذا سوف لن أعيد قولها، لكن أحب أن أقف عند اللقب المبرد، وفي قول المبرد في تشديد الراء وكسرها أو تشديدها وفتحها، ولنتقين رواية، ففي قولهم المبرد بالكسر يريدون به الذي يقف إلى عند الحق ويجري الحق، ويقال أن الذي لقبه بهذا اللقب شيخه المازني لما لاحظه عليه من شدة الدقة والعلم في توثيق المعلومات. أما الكوفيون فيذهبون إلى التشديد والفتح للتندر عليه، ويريدون بذلك قصة يقال أنه أخفي بمجملة والإناء الخاص لتبريد الماء، ثم كانت سببا فيما حس به من برد فسمي المبرد بصيغة اسم مفعول، ولكن الراجح من الرواية أنه بكسر الراء، وإن كان الزبيدي في كتابه في تاج العروس يذهب إلى ترجيح الفتح. ولد المبرد في البصرة سنة 1200 هجرية وتوفي في بغداد سنة 86 و200 بعد أن أقام عدة سنوات في سامراء يوم كانت عاصمة الخلافة العباسية آنذاك، وهو من قبيلة الأزد اليمنية التي كانت تقيم يومها في البصرة. ترك مصنفات معدودة منها المذكر والمؤنث والمقتضب والتعازي والمراثي وشرح لامية الشنفرة المعروفة باسم لامية العرب وكتاب إعراب القرآن وطبقات النحاة البصريين
وكتاب نسب عدنان وقحطان، وكتاب الكامل وهو في اللغة والأدب، وهو أكثر كتبه شهرة وأهمية. صحيح. وكتاب الكامل الذي طبع محققا لأكثر من تحقيق، جامع للشعر والنثر وعلوم اللغة والنحو والتفسير، وكان منهجه فيما يختار من نصوص قائما على معيار الجو ومناسبة النص من غير اهتمام بصاحبه. نعم. ذلك لأنه لم يكن يعنى بالتراجم الشخصية بقدر عنايته بإجلاء معاني النص المختار وبيان مكانته في لغة العربي ونحوها. نعم دكتور سعود، إليك في سؤال أخير، ولكن دكتور حمدي الوقت يبدو أنه قد نفد، نحاول أن نختصر. حدثنا باختصار عن خصائص المدرسة البصرية. المدرسة البصرية اعتمدت على السماع، وجعلوا المضطرد الشائع من الفصيح أصلا يقاس عليه، وما وبنوا عليه أقيستهم، وما شذ أو ما عن قاعدتهم اعتبروه شاذا، نعم، أو لغة. ولذا أبو عمرو بن علاء سئل، قال قيل له أخبرني عما وضعت مما سميته عربية، يدخل فيه كلام العربي كله؟ فقال لا. فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال أعمل على الأكثر وأسمي ما خلفني لغات. الأمثلة في النحو البصري توضع لتوافق القواعد التي وضعوها. القراءات، بالنسبة للقراءات كان لهم منهج بأنهم كانوا يحتجون بالقراءات يعني المتواترة فقط. قبل القراءات هم اعتمدوا على السماع أيضاً. السماع رقم السماع. واحد. هو رقم واحد. نعم. رقم واحد. ثم الاستشهاد بالقراءات. السماع يقصد به الشعر وكلام العرب. والقرآن الكريم طبعا معروف من البنود الأولى أو من الأصول الأولى. نعم. القراءات القرآنية المتواترة كانوا يحتجون بها بالمتواترة فقط ولا يحتجون بالشاذة بخلاف الكوفيين. وما ورد من بعض القراءات المتواترة التي خطأوها لأنها خالفت مقاييسهم وقوانينهم، وهذه مشكلة عند بعض علمائهم، كانوا مقلين من الاستشهاد بالحديث. اشترطوا في القبائل العربية شروطا، وضعوا ضابطين بأن تكون القبيلة ضاربة في البداوة وألا تكون مجاورة لأهل الحضر، ولكنهم ضيقوا واسعا كما قال أبو عمرو بن العلاء، حفاظا يعني عن اللغة. نعم، حفاظا عن اللغة. نعم. في آخر دقيقة دكتور، هو الوقت نفد، ولكن بدقيقة لو سمحتم، حدثنا عن أبي حاتم السجستاني وكتابه المذكر والمؤنث. نعم. هو سهل بن محمد، هو سهل بن محمد بن عثمان الجشني السجستاني، أصلا البصري مولدا. نعم. أكب السجستاني على طلب العلم في مساجد البصرة وفي دكاكين الوراقين، حتى أنه أنفق ما ورثه عن أبيه في مشوار طلب العلم. أخذ عن أكثر من 35 عالما، منهم أبو زيد الأنصاري وأبو إسحاق الحضرمي والأصمعي والأخطش وغيرهم. ومؤلفاته أحصى المعنيون بترجمته 48 كتابا ورسالة، منها المعمرون والعصايا وفعلت وأفعلت ما تلحن فيه العامة، للنخلة والمختصر في النحو والأبصار، وكتاب المذكر والمؤنث. وهذا الكتاب حققه أستاذنا الدكتور حاتم الضامن رحمه الله، وهو كتاب خاص بموضوع التفسير والتأنيث، ولكن السجستاني قد سبق في تأليف هذا الكتاب. ثمة ستة كتب بالعنوان نفسه سبقت السجستاني بالتأليف، وكتاب السجستاني تابعوها، ومع ذلك فقد أتى بالجديد، فقد تقصى مظاهر فصاحة العربي في التفكير والتأنيث في الأسماء والأفعال والنعوت وعلاقة ذلك باللحن، وقد وزع مادة الكتاب على 34 بابا. نعم. مستفيدا من القرآن الكريم والحديث الشريف ومأثور العربي من الشعر والنثر. نعم. وللكتاب قيمة علمية كبيرة فيما اشتمل عليه من أوجه القراءات وشواهد النثر والشعر، ولهذا كان أثره واضحا. نعم. بمؤلفات كثيرة تلت
لأعلام اللغة والنحو من أهل الكوفة والبصرة. نعم. في ختام فقرة موضوع حلقتنا إذن لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من مدينة إب الأستاذ دكتور مصعب حسون الراوي، أستاذ الأدب العربي بجامعة إب اليمنية. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله أستاذنا دكتور مصعب. حياك الله، بارك الله فيك، شكرا لك مرة أخرى. وإياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام، إذن نبقى مع فقرة سيرة عالم، وستكون مع الأخفش الأوسط، أحد أبرز أعلام النحو. الأخفش الأوسط أحد أبرز أعلام النحو، هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن المجاشعي النحوي البلخي، أحد نحاة البصرة ومن أشهر أئمة اللغة والأدب، عصر سيبويه وكان أسن منها. والأخفش هو ضعيف البصر الذي يبصر بالليل دون النهار كالخفاش، وهو لقب اشتهر به 11 عالماً من النحويين سماهم السيوطي في المزهر، وأبرزهم الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد، والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة صاحب سيرتنا، والأخفش الأصغر علي بن سليمان. شيوخه وتلاميذه أخذ العروض عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ النحو عن سيبوي، وأخذ عنه المازني وأبو حاتم السجستاني وسلمة بن عاصم وآخرون. لزم الأخفش الأوسط سيبوي حتى برع وكان أكبر منه سناً، وهو الطريق إلى كتاب سيبوي، إذ قال المبرد: لم يقرأ أحد كتاب سيبوي على سيبوي، وإنما قرئ بعده على الأخفش. وقال أبو عثمان المازني: كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل. قال الرياشي: سمعته يقول: كنت أجالس سيبوي وكان أعلم مني، وأنا اليوم أعلم منها. تدارك الأخفش الأوسط على الخليل بزيادة بحر من بحور الشعر الخليلية 15 في العروض، وهو بحر الخبب. أبرز كتبه الأوسط، وهو كتاب في النحو، معاني القرآن، وفيه يفسر معاني كلام الله لغوياً، المقاييس في النحو، الاشتقاق، العروض، القوافي، المسائل الكبير والمسائل الصغير. توفي الأخفش الأوسط في نحو سنة 1520 من الهجرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 23. حياكم الله مشاهدينا، نبدأ البيان القرآني بقوله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ما معنى هدنا هنا وما لغتها دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر السيوطي يقول: قال شيذلة والواسطي وغيرهما: هدنا تبنى بالعبرانية. وقال ابن المنذر بسنده إلى أبي وجزة السعدي، وكان من أعلم الناس بالعربية، قال: لا والله لا أعلمها في كلام أحد من العرب هدنة. الكلمة باشتقاقاتها المختلفة موجودة في العربية، ولذا يعني هي عربية، يعني في الصحاح: هذا يهود هودا تاب ورجع إلى الحق، فهو هائد وقوم هود مثل حائل وحول وبازل وبزل. وقال أعرابي: إن امرؤ من مدحه هائد. قال أبو عبيدة: التهود التوبة والعمل الصالح. وقال أيضا: هذا وتهود إذا صار يهوديا، إلى آخره. يعني من الكلام كثير جدا من الكلام الذي يدل على أن الكلمة عربية. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى بسورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ما معنى هودا هنا في الآية وما لغتها دكتور؟ ينقل السيوطي عن الجواليقي قوله: الهود اليهودي أعجم، اليهود أعجمي. الفراء يذكر رأيين في الكلمة. الأول أنه من يهودي حذفت الياء الزائدة ورجع الفعل من اليهودية، واستشهد بقراءة أبي وعبد الله إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، قراءة شاذة. نعم. نعم. والثاني أنه جمع لهائد مثل حائل من النوق وحول وعائط وعوط. الراغب الأصفهاني يجعله جمع هائد، وهذا يدل على عربيته. يقول: وهود في الأصل جمع هائد أي تائب، وهو اسم نبي عليه السلام. السمين الحلبي ينقل كلام الراغب الأصفهاني ويزيد عليه كلام الهروي فيقول: وقيل أصله تهود فحذفت التاء. ثم يرجح السمين الحلبي بأن هودا جمع هائد، فإن هودا جمع هائد على أظهر القولين، يعني مشتقة إذن عربية. عربية صحيح. نعم. أيضا مشاهدينا، في قوله تعالى بسورة الفرقان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى هونا هنا دكتور وما لغتها؟ السيوطي ينقل عن ابن أبي حاتم الذي ينقل بسنده إلى ميمون ابن مهران، يقول: حلما بالسريانية. نعم. وقال غيره أيضا قال بالعبرانية حلما، وغيره هونا سريانية، يعني اختلفوا فيها سريانية وعبرانية، يعني الكلمة عربية لوجودها باشتقاقاتها المختلفة. قال الجهور: الهون السكينة والوقار، وفلان يمشي على الأرض هونا. وفي التاج: الهونة السكينة، الهون السكينة والوقار والرفق. وأنشد على ذلك، ومنه الحديث: كان يمشي هونا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي برفق ولين وتثبت. وفي رواية: كان يمشي الهوينا، تصغير الهونا، تأنيث الأهون. وابن فارس يقول: الهاء والواو والنون أصل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، ويذكر قول الله عز وجل: يمشون على الأرض هونا، بما يدل على أن الكلمة حسمها ابن فارس فيه. نعم. في نعم. في قوله تعالى أيضا مشاهدينا الكرام في سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ما معنى هيت لك هنا وما لغتها دكتور؟ يذكر السيوطي عن ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس: هيت لك هلم لك بالنبطية. أخرجه ابن أبي حاتم. وقال غيره: هيت لك هلم لك بلسان الحورانية. قال ابن جرير بسنده عن الحسن: هيت لك قال كلمة بالسريانية عليك. وزاد في الإتقان وقال أبو زيد الأنصاري: هو بالعبرانية وأصلها هي تلج، أي تعالى. نعم. الكلمة مختلف فيها بين العلماء بين عربيتها وأعجميتها، يعني عربية أو معربة. نعم. توافق اللغات لنقول يعني فيها الرأيان. نعم. نعم. جمهور العلماء على أنها عربية. ذكر الطبري بسنده إلى مجاهد أنه قال: لغة بالعربية تدعوه بها. أو رأي آخر. نعم، رأي آخر. السمين الحلبي طبعا ذكر عربية أو معربة. والجمهور على أنها عربية. جميل. نعم. وفيها 9 قراءات، ما شاء الله. 5 في السبع و4 في الشواذ. بعض القراء يقرؤونها جميعا. صحيح. نعم. يعني الأمور. نعم. طيب، في آخر آية إن سمحتم الكلمة أبو حيان يقول: من توافق اللغات. نعم، من توافق اللغات. نعم. في آخر آية مشاهدينا الكرام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. باختصار شديد دكتور، ما معنى وراءهم هنا؟ السيوطي ينقل عن شيذلة في البرهان: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك بالنبطية. وكذا قاله أبو قاسم في لغات القرآن. في الحقيقة الكلمة عربية وهي من الأضداد. وراء بمعنى خلف، يعني ومعنى أمام. وفيها كلام كثير: من ورائه جهنم، أي بين يديه. ولا يجوز أن تقول لرجل وراءك وهو بين يديك، ولا لرجل هو بين يديك وهو وراءك. ولكن هنا وراءهم بمعنى أمامهم. بمعنى أمامهم. نعم. نعم دكتور، انتهى الوقت للأسف في ختام هذه الحلقة. نشكر
ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة غرسون التركية. شكرا جزيلا لكم أستاذ. بارك الله فيكم جزيلا. نلقاكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.